دلوقتي هينضم لينا عبر الهاتف مهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. كلمنا عن الوضع اللي بتشهده المحافظة حاليا بعد موجة الطقس الشديدة اللي بتشهدها المحافظات. والله الحمد لله محافظة القاهرة امبارح تعرضت لموجة من الأمطار، ما نقدرش نقول شديدة، كانت موجة متوسطة لخفيفة. ومن صباح الأمس ومعداتنا، أنت عارفة عندنا خطة انتشار المعدات، بمجرد ما يكون معانا تحذير من هيئة الأرصاد بننشر المعدات في المواقع اللي احنا متوقعين تتجمع فيها المية. وبمجرد ما حصلت الأمطار المعدات بدأت تتحرك وتجمع المية، والحمد لله ما حصلش أي تراكمات ولا تجمعات كبيرة بحيث أثرت على حركة المرور. وده الحمد لله بفضل إن احنا بننشر حوالي 125 معدة على مستوى المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية على مستوى القاهرة بالكامل، والتعاون طبعا مع أجهزة محافظة القاهرة. ده عظيم جدا. انا شفت امبارح العربيات وهي بتشيل مياه المتراكمه في الشوارع، وشفت عربيات جديده الحقيقه احنا كل سنه وعربيات كمان يعني في عربيات كبيره وعربيات صغيره. تمام، احنا بنحاول الاسطول بتاع الشركه بندعمه بمعدات كبيره للمحاور الرئيسيه، والمحاور الصغيره بنحط معدات صغيره شويه عشان تقدر تتحرك في الشوارع الضيقه. وكل سنه لينا معدات جديده، احنا السنه دي دعمنا الشركه ب 26 معده، وان شاء الله احنا في صدد شراء 30 معده تاني خلال السنه اللي احنا فيها عشان تدخل خدمه السنه الجايه ان شاء الله. ده عظيم جدا. طيب احنا حابين نعرف بقى يعني حضرتك التعاون بين الجهات التنفيذيه، يعني احنا بنشوف مؤخرا خطوات استباقيه من شركه الصرف وطبعا مع المحافظات، بنشوف ان في تعاون كده ما بين الجهات، فايه هي اوجه بقى التعاون ده بعد ما طبعا هيئه الارصاد بتعلن ان في طقس سيء؟ والله احنا في تعاون جامد بيننا وبين محافظه القاهره، ان احنا بننسق معاهم الاماكن اللي فيها تراكمات، وبيسمحوا لنا بان احنا نحرك معداتنا في الشوارع والمحاور الرئيسيه، حتى بيبقى مخصص لنا مواقع معينه في الاماكن اللي احنا محددينها، بيخصصوها لنا ان احنا العربيات تنتظر لغايه سقوط الامطار، العربيات بتقف من اول ما بيجي لنا تحذير، وبيبقى في تنسيق بيننا وبين الاحياء وهيئة النظافة برضو في محافظة القاهرة ومديرية الطرق، حتى كمان في تنسيق مهم جدا في إنشاء بلوعات أمطار. إحنا السنة دي أنشأنا في حدود 3000 بلوعة قطر إضافية على الشبكة القديمة على شبكة القاهرة، فإحنا لولا تعاون اللي بيننا وبين المحافظة كناش نقدر ننشئ 3000 بلاعة قطر خلال الفترة اللي فاتت. طيب البلوعات دي بتودي لفين؟ البلاعات دي بتدخل في القاهرة شبكة الصرف، شبكة مدمجة بتستقبل مية المطر ومية الصرف، لأن في القاهرة ما نقدرش نعمل شبكة صرف منفصلة، لأن أولا المجاري المائية بعيدة، ما هيش من زي بقية المحافظات فيها درع ومصارف. القاهرة ما فيهاش هذا الكلام، فإحنا مضطرين إن إحنا نتعامل مع شبكة القاهرة مع شبكة الصرف. طيب عظيم، أنا كان عندي سؤال بصراحة يعني أنا شايفه مهم الحقيقة. احنا بنعمل طرق جديده وبنعمل كباري وبنعمل انفاق، هل الكباري الجديده بتدخل في الخريطه عندكم؟ طبعا يا فندم، احنا الكباري حضرتك في تنسيق بيننا وبين الهيئه الهندسيه وبين جهاز تعمير القاهره. اثناء تنفيذ الكباري دي احنا بنشترك معاهم، احنا اللي بننفذ لهم بلعات الامطار في الاماكن اللي احنا بنتفق عليها، اماكن اللي احنا فيها منخفضات ومرتفعات، بنحدد اماكن المنخفضه عشان ننفذ فيها بلعات الامطار. مفيش محور اتعمل الا لما عملنا في هذا الموضوع. ده عظيم جدا. طب النهارده بقى هل الحياه رجعت تاني لطبيعتها ولا لسه في امطار يمكن باقيه من امبارح؟ لا والله احنا الحمد لله الناس استمرت طول الليل لغايه ما رفعت الامطار من 90% من الشوارع الرئيسيه والفرعيه. انا يعني شفتهم، انا شفتهم كمان بسيطه جدا. عايز اقول لحضرتك يا باشمهندس، انا شفت الناس، والحقيقه عايز اشكر العمال اللي شغالين مع العربيات، يعني هم حريصين ان هم ما يسيبوش بقايا ميه في الطريق، حتى لو شويه ميه صغيرين مش هتعوق الحركه، لا بيشيلوها برضو. يعني انا شفت راجل واخد المساحه وعمال يجيب الميه من كل اتجاه عشان تتجمع عشان يشفطها بالعربيه. والله هم فعلا يستحقوا الشكر، ده حقيقي، لان بيبذلوا مجهود الحمد لله لمصلحه بلدنا عشان وجه العاصمه يظهر بوجه مشرف. طب ايه اكتر الاماكن اللي كان فيها تجمعات لمياه الامطار في القاهره؟ والله امبارح كان طريق الاسماعيليه. طريق الاسماعيليه انت عارف ما فيهوش شبكه صرف، فهو وفي مناطق منخفضه، فده جمع مطر، فكنا بنعتمد فيه على الشفاطات.
واخر طريق الميثاق عند قرب الدائري كده، يعني هي دي الاماكن اللي جمعت شويه مطر معانا. احنا بنشكرك مهندس عادل حسن رئيس شركه الصرف الصحي بالقاهره على المجهودات الكبيره اللي بتقوموا بيها، وزي ما شاذلي قال يمكن من اصغر عامل في الشبكه لاكبر حد، بنشكركم على المجهودات العظيمه اللي بتقوموا بيها عشان توفروا لنا حياه اسهل ونقدر نوصل ونتنقل بكل سهوله.